نحتفل معاكم في اجواء احسن من هيك ان شاء الله، بس شاءت الظروف انه نحتفل في رفح في بحر المواصي. هذا براحتك بالضبط. سيئه جدا ونتمنى النتيجه تكون احسن من هيك. تعيد الليلة ليلة تعيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. يمكن باحتفالات باحتفالات الكريسماس الطبيعية اللي احنا ما نكونش في حرب، بالعادة احنا بنحتفل ببيت لحم، بنروح بنصلي بنروح بنشوف الاحتفالات الشجرة اضاءة الشجرة والناس كل الشغلات هاي اللي احنا يمكن هي بتحسك بأجواء العيد أكثر لأنه تكون ما فيش هاي الاحتفالات. فكل سنة إحنا كنا بنروح بيت لحم، بطلع لنا تصريحنا بنروح بيت لحم بنحتفل هناك. السنة طبعاً مش قادرين حتى نوصل للكنيسة تبعتنا اللي هي أصلاً بغزة وبعيدة عني تقريباً ما كملتش ثلث ساعة، أنا مش قادر أروح حتى أصلي فيها، لا أصلي لا أقدر حتى الروحانية تبعت العيد أخذها. كل شيء هناك، كل حياتنا هناك، احنا سايبين كل شيء وجايين، سايبين كل شيء ونازحين، سايبين كل شيء وجينا على مكان احنا ما نعرفوش اول مره نفوته. يمكن في اضغاص احلامنا ما مراش فكرنا ان احنا نقعد في هذه القعده. بس شيء كثير بضايق ان انت تكونش مع الطائفه تبعتك، ما تكونش باجواء العيد مع الناس، ما تكونش يمكن ما تكونش ضوء شجره في بيتك في كنيستك. حلو. اجدد اعياد راس السنه وسبعة ولا بعرف ولا بعرفك. سيجارتي في ايدي كوبايه قهوه. واحد حيزعل في موضوع الخبز. هذا المكان بيتنا في غزة. عادة زي هذا الوقت بتكون الشجرة حاطينها احنا في البيت وضويينها زي كل سنة. هلأ السنة مش عارفين اذا البيت موجود ولا لا، وطبعا ولا في شجرة ولا في اي مظاهر احتفال. اصحابنا هون اللي عايشين معنا اللي هم من اخواننا المسلمين، يمكن قعدنا على الحطب من يومين، قعدنا نغني اغاني الميلاد وصرنا زي السهرانين نحتفل، مع العلم ان هم ما لهمش في الكريسماس، بس بالنهايه يعني حاولنا ان احنا نحتفل او حاول هم يحتفلوا فينا عشان يحسسونا باجواء العيد وهيك. الحمد لله في النهايه ما بقول لك انه حاسين بالكريسماس، بس دينيا حاسين فيه، بس احتفاليا لا مش قادرين نحس فيه. ومش قادرين نحس لظروف الحرب اللي عم بتصير، للناس اللي عم بتموت، للبيوت اللي بتتدمر، للشوارع، للبلد اللي راحت، اللي احنا مش قادرين نرجع بيوتنا حتى. الكوبايات شفاطة قلت لك من امبارح ما ضلنا يو كنت بتحكي قصة مسيحي او مسلم هاي في غزة بالذات يمكن ما بنحسش فيه الفرق الكبير بيننا، لأنه حتى لما يصير حروب الاستهداف ما بيكون مخصص بس للمسلمين أو المسيحيين، بيكون للكل، كلنا تحت القصف، كلنا تحت الدمار. يعني يوم العيد شربت عدس والله حاجة. والله احنا مش والله احنا كبير اشطار. انتوا ايش اللي هم جوا؟ لا 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 ل